كبير. ابدأ علاقتك بربنا بعلو في الهدف بتاعك. ابدأ كبير، خليك كبير دايما. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يلي وقعتوا في الزنا، يلي قتلتوا، يلي شربتوا مخدرات لحد ما شبعتوا، يلي عملتوا كل المعاصي، يلي دخلتوا على كل المواقع الفاسدة، قل يا عبادي. ربنا بيقول له: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر، آية تفرحك تديك أمل في الحياة كلها. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما فيش حاجة اسمها ضاعت خلاص في علاقتك بربنا، إنه هو الغفور الرحيم. الآية اللي بعدها ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيكلم واحد لسه جاي من زنا وكبائر وموبقات ومصائب. ربنا بيقول له: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا إيه؟ أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبع أحسن حاجة، طبق أعلى حاجة. يا رب ده أنا لسه جاي من مستنقع، يا رب ده أنا ضايع، يا رب من أولها كده. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أبدأ كبير إيه؟ أنت ما أنت شايف الدنيا حوالينا بقى شكلها إيه؟ ممكن شاب يجي لك أحيانا وأنت واقف مثلا في جولة، عايز تقول للشاب فوق، يقول لك: يا عم فوق أنت، أنا اللي فوق، أنت ما أنت شايف اللي إحنا فيه. يا عم الشيخ أنت بتكلمنا عن بنت، سيبها، ده كان زمان كانت بنت، الوقت بنت ده أوبن بوفيه على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى الواتس، غير الصور بتاعت نجمات هوليود، غير الصور بتاعت الممثلات والكليبات، غير آلاف البنات في كل مكان وفي الجامعة. هو أنت بتكلمنا عن بنت؟ هو أنت بتكلمنا عن نوع مخدرات واحد؟ أنت قصدك إن أنا أسيب التمويل ولا الترامادور ولا الكيمياء ولا البودرة ولا الجوكر ولا الكريستال ولا يا شيخ روح الصيدلية هتبقى مية مية؟ انت بتكلمنا عن ايه؟ هو انت بتكلمنا عن اغنية واحدة؟ كلمنا عن راب ولا سوفت ميوزك ولا ميتال ولا جاز ولا هارد روك ولا تكلمنا عن ايه؟ ولا فلان وفلان وفلان ولا الهضبة ولا الكينج؟ انت بتكلمنا عن ايه؟ انت مش متخيل الدنيا وصلت لايه؟ شاب من الشباب عامل شعره جل، فهو عايز يتوضا وضميره تعبه، فجاب القطاره بتاعت الميه وقعد يقطر الميه على الـ على الـ على البنك عشان يتوضا، ضميره تعبه ومش قادر. ان هو شاب تاني بيكوي شعره كل شهر، مش قادر ان هو يعني نفسه يصلي، واللي منعه من الصلاه خايف ان شعره يتحرق لو اتوضا وهو كوي الشعر بتاعه. انت بتكلمنا عن ايه بقى؟ انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاه والسلام داخل السوق، فالتجار قاعدين بقى يبيعوا ويشتروا، زمان العمره ذهب وفضه، يعني كله قاعد يدي ذهب وياخد سلعه، يدي فضه وياخد سلعه. النبي عليه الصلاه والسلام لقى خروف ميت معفن، خروف جدي اسك، خروف ميت وتعفن. النبي عليه الصلاه والسلام طبعا كل التجار سابوا التجاره وجروا على النبي عليه الصلاه والسلام، ده في ايده حته ذهب وده في ايده حته فضه وده في ايده سلعه. النبي عليه السلام قام شايل الخروف ورفعه وقال: من يشتري هذا بدرهم، او من يشتري هذا بدرهم. النبي عليه السلام رفع. طبعا انا متخيل الريحه بقى شكلها ايه، متخيل ان الناس اصلا يعني لولا ان النبي عليه السلام هو اللي عمل كده كانوا استنكروا هذا الامر، الريحه والشك، من يشتري هذا. فالناس بصوا: يا رسول الله ده لو سليم ما حدش هيشتري بدرهم، ده اسك يا رسول الله، فما بالك وميت ومتعفن كمان. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي انت بتضيع عمرك عليها، هي دي الدنيا اللي انت بتفني عمرك بيها. في ناس يا اخوانا مش قادرة تترجم الرسائل الربانية. شاب من الشباب كان يعني كان بيموت وراح في غيبوبة الموت، لدرجة ان اصحابه قالوا افتكروه مات، وجابوا مغسل يغسله، دي قصة حقيقية، وجابوا مغسل يغسله، وهم بيغسلوه صحي، وهما بيغسلوه فاق من الغيبوبه اللي هو فيها. فاتنين من اخواننا مع يعني كانوا اصحابه بقى في الجامعه وقتها، فمعديين بعدها على القهوه، فلو قاعد على القهوه بقى ايه، قاعد يشد في الشيشه وقاعد، فبيقول له: يا ابني انت لو انت عادي كنت قلت لك خاف احسن تموت، انما انا انت مت وربنا حياك. هقول لك ايه، احد المغنيين التائبين كان بيقول لي مره، بيقول لي: داخل حفله المغني اللي قبلي داخل الحمام لقيته ميت وهو بيشد مخدرات يعني عشان يقوي قلبه وداخل يعني يدي النمره بتاعته، ميت تحت الحوض في الحمام، جرناه بايدينا ودخلت بعدها في نفس الحفله كمل الفقره بتاعتي، ودخلت بعدها في نفس. في ناس مش عايزه تفوق يا جماعه، في ناس مش عايزه اصلا تخرج من اللي هي فيه. كتير في جوله تقابل شاب يقول لك: انا مش عارف انام، كتير كتير جدا مش عارف انام، انا عندي مرض نفسي، انا يعني يقولوا كلام فعلا يا جماعه
معناها ان ده عايش في فزع. الموضوع ده حصل معايا لا مره ولا اتنين ولا ثلاثه وكتير جدا. طول ما انت ماشي في جوله هنا جوله هنا انا طب وانت لسه زي ما انت ليه؟ طب ما دي رساله من ربنا ليك. ربنا بيقول لك ارجع وانا اطمن نفسيتك، ارجع وانا اؤمن روعاتك، ارجع وانا اسكب في قلبك السكينه والامن مره ثانيه.